مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وارحب بكم في حلقه جديده من حوار اليوم. خطوات فعاله ومهمه اتخذتها الدوله المصريه على مدار السنوات الماضيه من اجل توفير بيئه جاذبه ومحفزه للاستثمار من خلال دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدوله في المشروعات والانشطه الاقتصاديه والاستثماريه. هذه الخطوات انعكست بصوره مباشره على استقرار ونمو الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية العالمية. في هذا الإطار جاء برنامج الطروحات الحكومي القائم على الاستفادة من أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة، بما ينعكس بالإيجاب على معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة ويسهم في سد الفجوة الدولارية التي تعاني منها مصر. حول برنامج الطروحات المصرية الحكومية وجهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص تدور حلقة اليوم من برنامجكم مع ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة لميس العربي، رئيس القسم الاقتصادي بالجامعة المصرية الصينية. دكتور لميس، سعداء بوجودك معنا. أهلا بك وأهلا بك على شاشة الفضائية المصرية وبرنامجنا حوار اليوم. طبعا هنحاول بقدر الإمكان الاستفادة طبعا من تخصص حضرتك في ما عرضناه من خلال المقدمة حضرتك، وحناخد المشهد بشكل إقليمي أيضا وبشكل دوري. كما تابعنا مع حضرتك يا دكتورة الحقيقة في هذه المقدمة وطرحنا أن الدولة الحقيقة انتهجت نهج بالنسبة للوضع الاستثماري والاقتصادي في المرحلة القادمة، وطرحت برنامج اسمه الطروحات الحكومية، وهي خطوة مهمة لتعظيم إدارة أصول الدولة وسد الفجوة الدولارية سواء أصول مستغلة أو غير مستغلة. بس هاخد رأي حضرتك وأخد إجابة حضرتك بعد هذا التقرير. الدولة المصرية بتؤكد على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، ويمكن برنامج الطروحات هو جزء أصيل من مبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة النهاردة. يعني هو مش مرتبط بأزمة أو بظرف معين، هو بقى منهج الدولة المصرية بتتبعه في تنفيذ خطتها وفي رؤيتها الاقتصادية، بحيث ان احنا بنزود مشاركة القطاع الخاص، بنشجع الاستثمار المؤسسي، وبنحسن بيئة التداول، وطبعا إعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة. اتمام اي صفقة الحقيقة من برنامج الطروحات ده تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري. ويمكن زي ما تفضل دولة الرئيس، احنا في عدد كبير من الطروحات تمت، وكلها الحقيقة في قطاعات متنوعة، يعني ما كانتش بتركز على قطاعات معينة، كانت قطاعات متنوعة. ده برضو بيؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة. ويمكن حضراتكم وسط التحديات الاقليمية والدولية للعالم كله بيمر بيها، حضراتكم هتلاحظوا ان الاستثمارات الاجنبيه يمكن تناقصت على المستوى العالمي حدود 40%. احنا الحمد لله الاستثمار الاجنبي في مصر زاد السنه اللي فاتت، وده رغم كل التحديات اللي تمت. بعد ما تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير لوزيرة الاستثمار الدكتورة هالة، حنتابع مع حضراتكم هذا اللقاء مع ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة لميس العربي، رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المصرية الصينية. الثاني مرة برحب بحضرتك يا دكتورة، أهلا بك معنا دكتورة. من خلال يعني سؤالنا اللي طرحناه قبل الفاصل، نتحدث عن الطروحات الحكومية وهي خطوة مهمة لتعظيم إدارة أصول الدولة وسد أيضا الفجوة الدولارية التي الحقيقة يعني بتعاني منها ليس مصر فقط، ولكن بسبب الوضع الإقليمي بشكل عام. يعني عشان بس نتكلم على برنامج الطروحات، محتاجين بس نرجع كده بالتاريخ في آخر 3 سنوات. نعم. هم 3 سنوات اللي فيهم حراك على مستوى العالمي عنيف جدا وغير مسبوق. نعم. اللي كان أحد الأسباب اللي أدت إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في مصر وحدوث الفجوة الدولارية. فمحتاجين بس إن احنا الأول يعني نوضح بشكل أو بآخر المستجدات اللي حاصلة حوالينا عالميا اللي مؤدية لهذا الوضع المعقد اقتصاديا يعني. نعم. فخلينا نقول انه الحكومه
اللي كانت الموجوده حاليا واللي كانت موجوده في المرحله السابقه كان عندها خطوات واضحه تجاه الاصلاح الاقتصادي. يمكن يكون حصلت مجموعه من التحديات العالميه الكبيره جدا بالفعل اللي ما قدرتش يعني مصر بتحاول انها تواجهها. بدات بفيروس كورونا سنه 2020، صحيح، ثم بعد كده ازمات الحرب سلاسل الروسيه الامداد الاوكرانيه المترتبه عليه، ثم اندلاع الحرب الروسيه الاوكرانيه ادت الى تعقيد الوضع الاقتصادي وحاليا العالمي طبعا حرب بشكل كبير جدا. بالظبط، ده بس بدايه الازمه الاقتصاديه العالميه اللي انعكست بشكل او باخر على نعم مصر، واللي كانت احد اسباب الفجوه الدولاريه الكبيره اللي حاصله. تمام. يعني يمكن لما نيجي نحاول نختصر المشهد هنقول انه يمكن العجز اللي موجود في ميزان المدفوعات هو اساس المشكله الاقتصاديه، او نقص الفجوه الدولاريه زي ما حضرتك تكرمت وذكرت هو اساس المشكله الاقتصاديه في مصر، طبعا بالاضافه الى وجود سعرين للصرف او سوق موازي وسوق رسمي. ده الحقيقه عامل ازمه كبيره جدا جدا في الاقتصاد المصري، نعم بالاضافه طبعا لمعدلات التضخم المرتفعه على مدار السنه اللي فاتت. يعني مجموعه من المشكلات لا داعي لذكرها لانه كلنا نعلمها وندركها بشكل جيد جدا. نعم برنامج الطروحات هو برنامج اتعرض او هو عباره عن متصل بوثيقه سياسات ملكيه الدوله اللي اصدرتها الحكومه المصريه في العام الماضي، اللي بتقول فيه بشكل صريح جدا هو بداية تخارج الدولة أو الحكومة من النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص الخاص. سواء المصري أو الأجنبي. الوثيقة دي أعلنت بشكل واضح جدا على مجموعة من البيلرز أو المحاور الرئيسية اللي بتقول الدولة هتستمر استثمارها فين، هتنقل الاستثمار للقطاع الخاص فين، الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص هتبقى في أي قطاعات وبطرق مختلفة، منها مثلا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض القطاعات. وثيقة سيادة ملكية الدولة ترتب عليها أن أنا هكون محتاج اني كمان اعلن بشكل واضح الخروج، وده شيء من الشفافيه على فكره. يعني كنا بنطلب دايما انه يكون في شفافيه واعلان كامل فيما يتعلق ببرنامج الطروحات. برنامج الطروحات ما اعلنش وده قريب بيساعد في جذب الاستثمار طبعا ايضا يا لانه دكتور. كان في برضه بيشوبوا بعض عدم اليقين. يعني كان برنامج الطروحات الفتره اللي فاتت لحد ما طلع مؤتمر معالي رئيس الوزراء كان بيشوبوا بعض عدم اليقين، فكنا دايما بنحاول ان نقول احنا عايزين مزيد من الشفافيه في اعلان ما هي الشركات وما هي القطاعات اللي بنستهدفها من الطروحات، وده بالفعل حصل. واعلن معالي رئيس الوزراء انه في 4 قطاعات رئيسيه بنستهدفهم حاليا للاستثمار، هم قطاع المطارات والتامين والبنوك، دي اهم القطاعات اللي ذكرها، وقال ان هي دي اللي احنا المطارات يا فندم والبنوك والتامين. والتأمين. اوكي، ودي طبعا قطاعات مهمه جدا جدا يعني، وهيبقى في شفافيه اكتر في خروج الحكومه وبدايه بيع هذه الحصص لمستثمرين. وتمت بالفعل بيع حصه يمكن من 3 ايام ل7 فنادق. المستثمرين المصريين هم مجموعه بالفعل. من المستثمرين على فكره، هو يعني هشام طلعت مصطفى احد هذه المجموعه، هم مجموعه من المستثمرين معاهم هشام طلعت مصطفى واخذوا حصه اكبر من 51% عشان يتمكنوا من اداره هذه الفنادق. يمكن مثلا يا فندم برضو من أصول الحاجات فندقية، وهي أيضا تعتبر من الأصول التاريخية، يعني فيهم 7 فنادق أصول تاريخية. وعلى فكرة من أحد الحاجات برضو اللي نحب نقول عليها أو نأكد عليها يعني أنه الفنادق ذات الطابع التاريخي، نعم، العقود اللي اتعملت بتفيد بأهمية استمرار الطابع التاريخي لهذه الفنادق. يعني بالفعل إنه ده نص موجود في العقود، نص واضح جدا في المحافظة عليها العقود بهذا المحافظة الشكل عليها اللي بهذا استلموا الشكل. بيها. نعم، وعلى فكرة مش كل الناس تعرف الإدارة أنه يا دكتورة كم سنة تقريبا إدارة؟ مش عارفه العقد والله نص على كام سنه، ولكن هو اشترى الحصه الاكبر للاداره، يعني عنده 51% مما يتيح له اداره الفنادق بشكل كامل. منهم بعض الفنادق شراء نهائي والاخر اداره حصه. حصه، تمام، حصه تتيح الاداره طالما فوق ال 50% بتتيح له الاداره. بتتيح له الاداره. تمام. بس فيعتبر برنامج الطروحات يعني خطوه جيده لسد الفجوه الدوليه بالفعل. طبعا لو جاي لك اي تدفق او اي ضخ من الاستثمار الاجنبي او من الدولار، اوكي، من خارج القطاع المصرفي، ده بالنسبه لنا احنا مكسب، ومكسب مهم جدا سواء كان من القطاع الخاص المصري او من مستثمر اجنبي. نعم دكتوره، كما تعلمين حضرتك طبعا الوضع الاقليمي والدولي الحقيقه ملتهب بشكل كبير جدا، وليس فقط الدول الناميه هي التي تعاني، ولكن ايضا الدول الكبرى صاحبه الاقتصاديات الكبيره جدا زي الولايات المتحده الامريكيه، زي فرنسا، زي المانيا، الحقيقه بتعاني بشكل كبير جدا. ولكن في نفس الوقت العالم والمجتمع الدولي يعلم تمام اليقين الاهميه بالنسبة لمصر،
سواء على المستوى الجغرافي أو على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، ويعلم تماما أن هناك الحقيقة يعني العديد من المشاريع التي أقيمت في مصر، وهذه المشاريع الحقيقة تحقق نجاح بشكل كبير جدا في جذب الاستثمارات. كيف تتوقعي الموقف بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة للولايات المتحدة في دعم مصر في المرحلة القادمة اقتصاديا؟ لأن طبعا لا يستطيع الاستغناء عن مصر يعني في المرحلة القادمة وفي ظل الظروف المحيطة بالمنطقة. ومن الجدير بالذكر أنه يعني صندوق النقد الدولي بيعمل دلوقتي على مراجعة أو مراجعات الاقتصاد المصري تاني، وبيشوف احتمالية زيادة القرض اللي هيبقى مقدم أو الدفعات المقدمة لمصر في الفترة القادمة، وفي شوية شروط طبعا منها مرونة سعر الصرف، تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء أو السوق الموازية، يعني في إجراءات متعلقة بضرورة الاستمرار التام والإعلان الشفاف جدا والواضح جدا لتخارج الحكومة من أو الدور الحكومي يعني كمجرد كمنظم للإقتصاد أكثر منه كمنافس. يمكن ده من التوصيات. أهم المجالات اللي يمكن الاستثمار فيها سواء على مستثمر محلي أو إقليمي أو دولي يا دكتورة، من وجهة نظر حضرتك شايفة مصر في عندها مميزات مهمة جدا متنوعة. كسوق استثماري يعني مصر أولا لما نيجي نقيم سوق الاستثمار عندنا بعض المزايا أو بعض العيوب. طبعا الكتلة السكانية الكبيرة، ومش بس كبيرة، الكتلة السكانية الكبيرة الشابة، يعني عملية الديموغرافيا هنا بتفرق، إنه وغير إنه حجم الاستهلاك اساسا الشريحه اللي قصد حضرتك الشريحه الشبابيه تتعدى 65% بالظبط، فبالتالي ده بيشكل حاله من حالات الشراء، يعني هو ده بيشكل حاله من حالات القوى الشرائيه الكبيره جدا، لانه ممكن في دول تانية تبقى عدد السكان كبير ولكن صحيح. عدد المواطنين فوق ال 65 هو العدد الاكبر، زي المانيا مثلا، زي اليابان، زي المانيا، ان هم بيعانوا من هذه الشريحه غير موجوده بالزبط. غير متوفره، فبالتالي بتلاقي ان ضعف القوى الشرائيه في الاسواق دي، ولكن ده احد المميزات اللي بتمتاز بيها السوق المصري طبعا. لكن هناك بعض العوائق برضو اللي قدام المستثمرين احنا بنحاول بشكل او باخر النهارده ازالتها. لو كان الاستثمار جاي من الخارج بدولار فدايما بتبقى المشكله في سعر الصرف، ولكن بالنسبه للمستثمر الداخلي فما يكونش فيه هذه المشكله. احنا عملنا بعض الاصلاحات فيما يتعلق بقوانين الاستثمار في الفتره، لانه كمان هو المستثمر الداخلي مش محتاج ان هو مثلا ياخد الربح بتاعه ويحوله لعمله صعبه ويطلعه بره، هو خلاص داخل البلد. هي دي الفكره. هو الفكره انه المستثمر الاجنبي دايما في حد ذاته فبيبقى دايما في تشجيع اكتر للقطاع الخاص. ولكن لما نيجي نشوف مثلا احد المعوقات اللي موجوده قدام القطاع الخاص النهارده، عشان نبقى قلنا بس الصوره واضحه من حيث المزايا والعيوب، ارتفاع سعر الفايده طبعا. لان النهارده لو انا عايز اتوسع استثماريا سعر الفايدة في البنوك عالي لمكافحة أو مواجهة التضخم بالفعل. يعني يمكن آخر اجتماع اللي هو كان يوم الخميس اللي فات حصل تثبيت لسعر الفايدة، وانا شايفه ان ده شيء جيد جدا، لانه احنا ممكن نحاول مردوده ايجابي حضرتك على الاستثمار. اتمنى ان احنا نبدا يعني كمان نحاول ان احنا ناخد ادوات اخرى. هو طبعا سعر الفايده، عشان بس المشاهدين يفهموا، هو سعر الفايده بيكون احد اهم الادوات الخاصه بالسياسه النقديه، اي بجانب البنكي او بجانب البنك المركزي، وبنرفع الفايده وبنعمل حاله من التجديد النقدي لما بيكون عندنا معدلات تضخم مرتفعه. ولكن الحقيقة أنه لا تزال معدلات التضخم برضو في حالة ارتفاع، يعني على مدار السنة اللي فاتت احنا رفعنا الفايدة بحوالي يعني ما يقارب من 11% على مدار السنة، وده رقم كبير، والتضخم لا يزال محتقن أو مرتفع جدا بالفعل. فإحنا بنقول أنه ممكن يكون في أدوات أخرى تستخدم غير سعر الفايدة من جانب السياسة المالية، زي التجديد مثلا أو سياسة التقشف المالي أو خفض شوية نفقات الحكومة، لأنه كمان مشكلة سعر الفايدة لما بيعلى أنه بيزود عبء الدين على الحكومة، لأنه لما بيرتفع سعر الفايدة بتزيد كمان الديون أو بتزيد الفايدة على الأذون الخزانة. الواحد في المية تقريبا بيعمل فرق في 700 مليار تقريبا على الحكومه كعيب ايدين. كعيب ايدين 700 مليار، فبالتالي رفع سعر الفايده 1%. فبالتالي يعني سعر الفايده برضو المستمر في الارتفاع ده ما بيكونش صحي للاقتصاد. يعني القرار اللي اتخذه البنك المركزي حضرتك وضع الوضع الاقتصادي في خانه الدفء الى حد ما،
يعني خانه الثبوت بقى الى حد ما، ويا ريت يبقى معاه كمان محاولات للسيطره على التضخم بادوات اخرى من جانب السياسه الماليه وليس النقديه. طب دكتوره، يعني اكيد من خلال تخصص حضرتك كاستاذ اقتصاد بتتابعي بعض المشاريع والاستثمارات الحقيقه اللي بتطرحها الدوله. كان الحقيقه بالامس القريب منذ ساعات ماضيه الحقيقه كان هناك مشروع استثماري كبير جدا الحقيقه بتقوم به الدوله، وهو الهيدروجين الاخضر. مشروع داخل فيه مستثمرين اقليميين ودوليين، وايضا بمشاركه بعض المستثمرين المحليين، بيقدر تقريبا الاستثمار فيه 26 مليار دولار. ده رقم كبير يا دكتور في مصر. طبعا. مردوده ايه خلال على المستوى او المدى القريب والمتوسط من وجهه نظر حضرتك؟ وازاي انا اقدر اسوق لده مشاريع زي دي يا دكتور؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه، يعني زي ما بنقول ان في مشاكل واضحه جدا للوضع الاقتصادي وبتلمس المواطن بشكل او باخر، ما ينفعش ننكر عشان نبقى بصينا الامور بشكل فيه توازن، يعني ما ينفعش ننكر ان هناك بعض الانجازات اللي كانت موجوده حاليا في الاقتصاد المصري وفي الفتره اللي فاتت. نعم. ممكن نقول انه مصر خدت خطوات مهمه جدا في القضاء على العشوائيات، مصر خدت خطوات مهمه جدا في البنيه التحتيه، مصر خدت خطوات مهمه جدا جدا في الملف الصحي و100 مليون صحه. صحيح. وفيروس سي، مصر خدت خطوات مهمه جدا جدا في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، انه تحول قناه السويس من مجرد انها طول او محطه بنركن فيها لانها تبقى منطقه اكثر يعني ليها مردود اقتصادي افضل، يمكن يكون مردودها الاقتصادي لسه ما بانش بشكل او باخر، ولكن هناك خطوات جيده. نعم. الهيدروجين الاخضر طبعا ده بيساعدنا كتير جدا في خفض الانبعاثات، في تحول الاقتصاد او اختيارات يعني مستدامه فيما يتعلق ب اللي هي المشاريع ما بين صفرين، المشاريع الخضراء بتقربنا اكتر لمزيد من التنميه المستدامه. فيعني احنا بنشوف ان مردود ده مردود اقتصادي ومردود بيئي ومردود استثماري محترم جدا، نتمنى ان يبقى فيه المزيد من هذه المشروعات. طبعا بيؤدي الى زياده نقل التكنولوجيا ونقل الخبرات والعماله، جذب العماله، فبالتالي هي مشروعات كلها ليها مردود اقتصادي محترم جدا. نعم دكتوره، طبعا من خلال تعريفي بحضرتك، حضرتك رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المصرية الصينية، كما نعلم تماما أن الاقتصاد الصيني الحقيقة اقتصاد يعني واعد وأيضا عامل يعني عملية ردع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ومخيف بشكل كبير جدا. الصراع الاقتصادي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين التنين الصيني، حضرتك بتقيميه ازاي كأستاذة اقتصاد في الجامعة المصرية الصينية؟ وده مردوده ايه على المستوى الدولي والإقليمي يا دكتور؟ والله هقول لحضرتك حاجه يا فندم، احنا شفنا كلنا الكلام ده بدايه من فيروس كورونا، يعني هو الكلام ده له طبعا خلفيه انه الصين بتصعد بشكل كبير جدا كلاعب اقليمي ودولي جديد. احنا ممكن نحاول كده ما نتكلمش باقتصاد، نتكلم سياسه شويه. يعني لو جينا شفنا المشهد الدولي هنلاقي ان احنا كان عندنا في فتره من فترات حاجه اسمها نظام احادي القطب ونظام ثنائي القطب ونظام متعدد الاقطاب. فبعد الحرب العالميه الثانيه كان العالم كله بيشهد نظام ثنائي القطب، يعني كان في قوتين اساسيتين كبار قوي في حرب بينهم اسمها الكولد وور او الحرب البارده، كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. بعد كده بقى عندنا نظام احادي القطب من سيطره وهيمنه الراسماليه والولايات المتحده الامريكيه على العالم كله. ثم يعني طبعا اساتذه السياسه هم افضل مني يعني في ده، ولكن هم رايهم انه العالم النهارده بيشهد تحول كبير جدا لنظام متعدد الاقطاب. يعني عشان العالم يتحول لنظام متعدد الاقطاب بيحتاج وقت، ولكن التحول ده احنا شايفينه بشكل واضح جدا بالفعل من وقت حرب روسيا واوكرانيا. الصراعات والمعسكرات الشرقيه اللي فيها الاتحاد السوفيتي والصين قدام معسكرات غربيه فيها الاتحاد الاوروبي وامريكا، بدايه ضعف او حدوث وهن في هيكل الاتحاد الاوروبي، خروج بريطانيا في وقت ما قبل كورونا. يعني في شويه كده تغيرات واضحه جدا سياسية جدا في اثرت اقتصاديا سياسيه دوليه. نعم. بتغير شكل اقتصاد العالم كله. نعم. وده احنا شايفين تبعاته عندنا. نعم. دخول مصر بريكس، محاوله انها توازن بدبلوماسيه ناعمه ما بين المعسكر الشرقي والغربي، يعني كل دي حاجات الحقيقه بتشهد تغيرات
غريبه السنتين اللي فاتوا، يمكن حابه اقول عليهم ان هم ومتسارعه يا دكتوره ايضا بشكل غريب، يعني متسارعه بشكل كبير جدا عشان بنشتغل في المجال ده، فزي بتقول كده كل يوم احنا بينزل علينا اخبار ممكن نقعد نعرفها على مدار ما بنلحقش يعني اللي احنا اتعلمناه في سنه واحده اتعلمناه قده في 10 و20 سنه. طب اسمحي لي حضرتك هستقبل التليفون من الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد اهلا بيك معانا يا فندم. يا اهلا وسهلا بحضرتك واستاذك الكريم وضيفتك الكريم. تحياتي لحضرتك دكتور. يعني حضرتك كاستاذ اقتصاد كيف تقيم الوضع الاقليمي والدولي بالنسبه للاقتصاد؟ الحقيقه لا ينفصل الوضع الاقتصادي الاقليمي والدولي عن الوضع الأمني والسياسي لما يحدث في المنطقة عندنا يا دكتور محمد. زي ما حضرتك تفضلت، هو طبعا الوضع السياسي والأمني اللي بتشهده المنطقة الشرق الأوسط بالكامل، طبعا بالجانب طبعا النزاع الروسي الأوكراني، وطبعا ده كله ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي. نعم. ولا يخفى على حضرتك طبعا الاتصال السياسة والأمن الدولي بالاقتصاد اتصال لصيق. النهاردة بنشوف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية طالت كل دول العالم بشكل تداعيات اقتصادية بالفعل متمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة لخروج الدب الروسي من معدل النفط والعقوبات الاقتصادية اللي تم فرضها عليه والتصاعد في العقوبات إلى وقتنا الحالي. ده أدى إلى اضطراب في السوق النفطي، وبالتالي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم باعتبار أن النفط هو المحرك الأساسي في عجلة الإنتاج على مستوى العالم، بداية من الاستخراج الى المصاريف النقل والشحن والنولون الى العمليه الانتاجيه اللي تاثرت بشكل مباشر والقت على ظلالها على ارتفاع معدل التضخم طال كل دول العالم، ولم يميز ما بين دوله متقدمه او دوله ناشئه او دوله ناميه. نعم. ما زلنا في الصراع النهارده ودخول الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني والعدوان المستمر طبعا، ودخول اطراف في النزاع، اقصد هنا طبعا الجانب اليمني والصراع اللي بنشوفه في البحار سواء في البحر الاحمر او الخليج او مضيق باب المندب، اعتقد ان هذا دوت القى بظلاله مره اخرى في بيكون له تاثير على السوق النفطي او السوق التجاره العالمي. كل هذه الامور طبعا بتقول ان في حاله الضبابيه وعدم اليقين اللي فرضها علينا جائحه كورونا ما زالت متصله باستمرار النزاعات السياسيه والامنيه اللي القت بظلالها اقتصاديا على دول العالم كله. طيب دكتور محمد، لو رجعنا للوضع الداخلي، كان منذ يومين تقريبا كان هناك اجتماع للجنة السياسات بالبنك المركزي والتي أقرت البقاء على سعر الفايدة كما هو وعدم تحريك سعر الفايدة سواء بالنقص أو بالزيادة. كيف تقيم هذا القرار من قبل لجنة السياسات بالبنك المركزي وانعكاسه على الوضع الاقتصادي في المرحلة القادمة وجذب الاستثمارات؟ طبعا هو التقييم للقرار طبعا في البدايه هو قرار صحيح جدا وجانب الصواب بشكل كبير جدا. طبعا لما نقول ليه صواب او جانب الصواب، طبعا ان هو في الاساس دايما بيبقى متخذ القرار في السياسه النقديه بيضع في ينص بعينيه في مستهدف وضعه البنك المركزي للوصول بمعدل التضخم. النهارده معدل التضخم وان كان لم يسبق في تاريخ الاقتصاد المصري، لكن ما يعني شاهدنا الفتره القليله الماضيه حاله من الثبات او يمكن التراجع الطفيف جدا في معدل التضخم، فده مؤشر ان لا داعي الى التعامل بادوات السياسه النقديه برفع سعر الفايده. الجانب الاخر طبعا ان معدل التضخم اللي بنشهده الان هو ليس ناتج سيوله، دائما بيبقى اتخاذ الادوات السياسه النقديه المتمثله برفع سعر الفايده بهدف جذب السيوله الزائده عن الحد في الاسواق اللي هي ادت الى التضخم، باعتبار ان السيوله هي اللي هي محدث الاثر بشكل في التضخم نفسه. لكن اللي احنا بنشهده النهارده هو ارتفاع اسعار المدخلات زي ما قلنا في الازمات العالميه اللي هي السياسيه والامنيه، ارتفاع مدخلات الانتاج وارتفاع النفط، هو ده يمكن هو ده الاساس اللي اثر بشكل مباشر في ارتفاع معدل التضخم. فشهدنا ان البنوك الفدراليه سواء الفدرالي الامريكي او الاوروبي او ما يتبعهم حتى البنك المركزي المصري برفعوا سعر الفايده اكثر من مره، لم يعني بامتصاص السيوله الموجوده عن الزياده عن الحد الافراد لم تؤثر بشكل كبير في التضخم، لكن شفنا النهارده ارتفاع مستمر في معدل التضخم نتيجه استمرار او الاستمرار المستمر في ارتفاع معدلات الانتاج. نعم.
بشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي دكتور محمد البهواشي، كنت معنا عبر الهاتف. أرجع مرة تانية أعزائي المشاهدين لضيفتي الكريمة دكتور لميس العربي، رئيس القسم أو رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المصرية الصينية. دكتور، حنتحدث عن الصندوق السيادي المصري. الحقيقة هذا الصندوق صرحت دكتورة هالة سعيد وزيرة الاستثمار بأنهم هو ملك للشعب المصري وبه العديد من الأصول المصرية اللي يبدأ في المرحلة القادمة استغلالها. لو تدينا فكرة عن الصندوق السيادي المصري، وفي نفس الوقت يا فندم كيفية استغلاله بشكل يعود بشكل يعني إيجابي على الاستثمار والاقتصاد في مصر. طيب، هو الصندوق السيادي المصري هو صندوق تم تأسيسه سنة 2018 اوكي، وكان الغرض منه التعاون مع المستثمرين بشأن الحصص الخاصة بالأصول اللي بتتبع الحكومة المصرية علشان يحصل فيها تنمية أو نقل أو ما شابه ذلك. وهو قام بدور مهم جدا وله دور رئيسي طبعا في برنامج الطروحات اللي بيحصل دلوقتي. أنا الحقيقة شايفة أنه برضو في بعض الكلام اللي بيتقال يعني محتاجة أن أنا بس أستسمح حضرتك أن أنا أخذ فيه بس دقيقة كده. اتفضلي فن. هو فكرة بيع الأصول ما هواش تخلي عن هذه الأصول أو ما شابه ذلك، وفكرة دخول القطاع الخاص أو القطاع الأجنبي سواء في المطارات أو في شركات التأمين أو في مثلا الفنادق أو ما شابه ذلك، مفيش فيه أي مشكلة على فكرة، ولا بالعكس. ده إحنا بنقول إنه الحكومة كل ما كانت خارجة بره الاقتصاد وبتلعبش دور المنافس، بل بالعكس هي بتلعب دور المنظم للاقتصاد. بالفعل. كل ما الاقتصاد بالقوانين باللوائح هي منظم، هو الحكومة منظم للاقتصاد وليس سيارة. منافس داخل الاقتصاد. صحيح. اوكي، فكل ما كانت الحكومة تتخارج وتطرح اصولها لمستثمرين سواء بيدي اريحية للمستثمر، بيدي اريحية وبينعكس بشكل او باخر. صحيح. على جودة الحياة وعلى استقرار الوضع الاقتصادي وعلى تحسن الوضع الاقتصادي. تمام. مش العكس. فهي برضو من الحاجات اللي بتسود، احنا ازاي هنبيع شركة مصر التأمين؟ احنا ايه المشكلة؟ يعني احنا بنطرح جزء اوكي، لانه الخصخصة دي زي دم جديد كده، بيضخ اولا استثمارات، ثانيا ويوفر فرص عمل، بيزود من دور القطاع الخاص، بيؤدي الى تدفقات مزيد من النقد الاجنبي، كل ده في صالح الاقتصاد مش ضده. فكنت حابة بس اوضح النقطة. تمام. بتاعت الطروحات دي. فبالتالي صندوق مصر ازاي طبعا هيبقى له دور كبير جدا في برنامج الطروحات، وهو اساسه هو محاوله لجذب المستثمرين ويشوف طرق استثمار مختلفه فيما يتعلق بالاصول الحكوميه فقط لا غير. طيب، تحدثت عن جزئيه مهمه جدا يا دكتور لميس الحقيقه حضرتك، هو دخول مصر الى منطقه البريكس. المنطقه دي الحقيقه فيها العديد من الدول التي بها اقتصاد كبير جدا، زي الهند، زي البرازيل على سبيل المثال. الهند مثلا على سبيل المثال تحتل المرتبة الرابعة اقتصاديا. مصر أيضا لديها الإمكانات اللي ممكن تستفيد منها وتفيد أيضا الأعضاء المشاركين في هذه المنظمة. هيبقى التنسيق ازاي يعني في المرحلة القادمة؟ وفي نفس الوقت اكيد طبعا الاشتراك مصر في البريكس بيمنحها ايضا الحلحلة الى حد كبير جدا من الاعتماد على الدولار بشكل كبير. سلة العملات هتبقى متنوعة على سبيل المثال، يعني ممكن من خلال العملات اللي موجودة لهذه الدول في انضمامهم لهذه المنظمة. طيب، هو طبعا انضمام مصر لمنظمة البريكس يعني خطوة هائلة جدا في تعزيز التعاون مع شركاء جدد. نعم. اوكي، زي ما حضرتك ذكرت كده، هم كلهم اقتصاديات ناشئة وكبيرة، سواء الصين او البرازيل او الهند او جنوب افريقيا. صحيح. كلها اقتصاديات ضخمة جدا، اقتصاديات عندها وروسيا طبعا عندها يعني غذاء وعندها لحوم وعندها بترول، مصدر رئيسي، مصدر رئيسي لمعظم، عندها طاقة. ولكن يبقى دايما بس الجدل في شيء، يعني مصر من أكثر مشاكلها هو ضعف القطاع الصناعي والإنتاجي. نعم. يعني وده اللي احنا يمكن استراتيجيات الدولة النهاردة بتقوم على فكرة تعزيز الصناعات المحلية، تعزيز الصناعات الوطنية، محاولة استبدال كل ما هو مستورد له بديل محلي بالبديل المحلي. ودي خطة الحقيقة، بس عشان نكون واضحين يعني ما بتاخدش يوم وليلة، يعني احنا بنقول عليها دايما ايه، توطين الصناعات هي خطط طويلة ومتوسطة الأجل، وليس مش حل سحري، ليس حل قصير الأجل. نعم.
فاحنا عايزين ناخد خطوات واضحه اكتر نحو حته توطين هذه الصناعات، لانه انا دخولي البريكس بدون ما يبقى عندي صادرات ملحوظه لهذه الكيانات العملاقه اقتصاديا مش هيؤدي برضو الى نتيجه ايجابيه. يعني دايما زي ما محتاج اكون جزء من البريكس زي ما محتاج اكون مؤثر، اؤثر واتاثر، يعني بالفعل اخد ودي، اصدر بالفعل واستورد، انما ما يبقاش بس ان انا استبدلت كيان بكيان او مصدر بمصدر، لا انا عاوز انا ابقى بايه بصدر ما بستوردش اكتر. فانا مع دخول البريكس دي خطوه جيده جدا، لازم يكون بالتوازي معاه محاوله توطين الصناعات المحليه، الاتجاه نحو التصنيع أحسس حضرتك أكتر. قصدك المستثمر الهندي والبرازيلي والروسي والجنوب أفريقيا، هذا شق، وشق آخر أصدر وتصدري في نفس الوقت، وشق آخر أصدر. تمام. ولكن برضو عملية أنه البريكس هيحل المشكلة بشكل سحري أو سريع دي برضو نقطة لا عايزة وقت طبعا، مفيش كلام يعني. برضو احنا عندنا مشكلة تانية في احتياجنا للدولار، لا تزال قائمة بالفعل. ممكن على مدى البعيد شوية تبدأ هذه التوازنات تنخفض اوكي مع خطط تنميه صناعيه افضل، فنجد انه الصوره بتتحسن بالتدريج. نعم. هل يمكن استغلال موقع مصر الجغرافي يا دكتوره مع البريكس على سبيل المثال؟ يعني احنا ممكن اللي نقدر نمتلكه حاليا موقع مصر الجغرافي، هي بوابه افريقيا فيها قناه سويس، ممكن تبقى ترانزيت للربط ما بين اسيا واوروبا وامريكا اللاتينيه وساوث افريكا من في جنوب القاره الافريقيه، ده ممكن يتم العمل به في المرحله الاوليه؟ 100% كلام حضرتك صح، ولكن في المرحله اللي احنا فيها بالذات موقع مصر الجغرافي مش جايب لها اي حاجه كويسه. يعني سواء النهارده انه في بعض الشاحنات بتخرج من قناه السويس عشان نتيجه الحوثيين او الحرب اللي موجوده ما بين الكيان الصهيوني وغزه، في التهاب اقليمي، ما اقدرش ان انا النهارده للاسف اتغنى بموقع مصر الجغرافي، بل بالعكس ده موقع مصر الجغرافي النهارده مصدر كبير قوي لهذه المشكلات. يعني زي ما حكيت لك الوضع في الشرق الاوسط كله على بعضه ملتهب، ويبقى له للاسف اثار كمان سلبيه على خفض ايرادات السياح للاسف الشديد. فيمكن ده الموقع اليومين دول يعني مش ايجابي يعني للاسف. يعني احنا يعني ولكن في المطلق كلام حضرتك صح 100%. يعني لو ما استقرت هذه الاوضاع اكيد موقع مصر موقع متميز جدا، هي فعلا بوابه، هي فعلا مركز لوجستي، كل هذا يصح قوله، ولكن احنا نتمنى من الله هدوء الاوضاع. يعني هو الازمه في الاقليم او في المحيط الاقليمي الحقيقه والاقليمي، وهو في نفس الوقت يعني متشابك مع الوضع الدولي بشكل عام. احنا دايما بنقول مصر قلب الوطن العربي، مش صحيح؟ هي ميزه طبعا، مصر قلب الوطن العربي دي حقيقه، ولكن مصر موقعها داخل الشرق الاوسط دايما بيكون بيجي عليها بكل ما يحدث من امور امنيه ملتهبه او من حروب بينعكس على مصر للاسف بالسلب. طيب في الفترة الأخيرة الحقيقة الدولة انتهجت أعتقد من وجهة نظري وعلى حد علمي يا دكتورة انتهجت اختصار لخطوات المستثمر في مصر بتعليمات من القيادة السياسية بتوجيه للسيد رئيس الوزراء بأن تمنح رخصة ذهبية للمستثمر مباشرة بدل ما يلف زي ما بيقولوا اللفة الكبيرة البتاع ده. ده ممكن يبقى مردوده ايه في المرحله القادمه يا دكتور؟ هو الحقيقه كان مردوده ايجابي، يعني هو كان له مردود واضح. أعتقد يعني اصدرنا اكثر من 12 او 13 رخصه ذهبيه. ده اولا. ثانيا هي فكره ملف الاستثمار كله على بعضه اتخذت فيه بعض الخطوات بدايه من 2015 مع تعديلات قوانين الاستثمار وسياسه الشباك الواحد، ثم بعد كده الرخصه الذهبيه، ثم الشركات الافتراضيه، يعني في مجموعه من القوانين اللي اتخذت فيها خطوات جيده جدا جدا. ولكن بقى عايزين كمان معاها يعني يبقى في خطوات جاده نحو سد بس او محاوله تقليل الفجوه، وده ضروري جدا جدا ما بين السوق الموازيه والسعر الرسمي. نعم. ال 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 الوضع الصناعي بقى يا دكتور، عايزين نتكلم على الاستثمارات الصناعيه. أنا يمكن لما بتكلم مع حضرتك أرجع تاني للبريكس وبنقول إن الدول اللي إحنا اشتركنا فيها طبعا معانا طبعا دخلت السعودية في المملكة العربية السعودية في اختيار البريكس لينا إحنا وللمملكة العربية السعودية. ممكن إحنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة نصنع تحالف داخل البريكس نفسه بحكم ما لدينا من مقومات سواء في السعودية أو في مصر
يبقى له مردود ايجابي للمنظمه نفسها، منظمه البريكس. هو البريكس نفسه تحالف، هو تحالف هيكون ما بين كافه الدول، سواء مصر والسعوديه او مصر وروسيا او انا بتكلم على امكانيات مختلفه يعني. ما هو الامكانيات المختلفه بتعزز هذا الكيان، يعني وجود امكانيات مختلفه عند الدول الاعضاء بتخلي الكيان كله على بعضه او التحالف كله على بعضه في وضع افضل. تمام. يعني لو دولة عندها مثلا سياحة زي مصر مثلا، فهي بالتالي بتقدم خدمات سياحية. دولة تانية عندها بعض المعادن، بترول، تسهيلات للمواطنين مثلا أعضاء منظمة البريكس للسياحة في مصر، ممكن ياخدوا أكيد. ممكن ياخدوا يعني مميزات اكتر من اي والله حاجه. والله نتمنى نشوف حاجه زي كده، يعني نتمنى نشوف ده جانب برضو من بعض التعديلات اللي موجوده تجاه او تعزيز بقى التعاون مع الدول البريكس بشكل اكبر، يعني في ملف السياحه بالذات. طيب حضرتك ذكرنا في بدايه الحلقه ان هناك يعني اتفاق تم وتم التوقيع عليه ما بين مجموعه استثماريه سواء على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي، بانهم خدوا 51% من بعض الطروحات السياحية وللفنادق السياحية حتى التاريخية. يعني التسويق بتاعها من وجهة نظر حضرتك كاقتصاد حر هيتم ازاي؟ انا هعوض الانخفاض اللي حصل في السياحة في الفترة الماضية بسبب الوضع الاقليمي للمنطقة كلها. هو طبعا الوضع الإقليمي تحدي كبير جدا جدا أمام يعني قطاع السياحة الحقيقة، ولكن هذه المجموعة والسيد هشام طلعت مصطفى كان له نجاحات سابقة، يعني هو مش أول مرة يدير أوتيلات، بل بالعكس هو كان من أنجح رجال الأعمال في إدارة الملف ده، يعني بدون ذكر اسم الأوتيلات الأخرى اللي هو يعني بيديرها. ولكن نتمنى إن احنا نشوف بقى شغل القطاع الخاص يعني وانعكاسه على ملف السياحة في مصر، يعني نتمنى بالفعل ذلك. هيبقى يعني مفيش عوائق بيروقراطية بالنسبة للمستثمر. هم بالفعل ناجحين في إدارة هذا الملف، وكمان زي ما كان معي رئيس الوزراء بيأكد، يعني كمان من أحد القطاعات المهمة جدا اللي احنا محتاجين نشوف فيها دور القطاع الخاص بيتعزز أكتر هي المطارات. الحقيقة المطارات في مصر محتاجة لده، محتاجة لده. وبنسبة زي ما حضرتك تعتقدي بنسبة 51% برضو إدارة؟ لا هو ما أعلنوش النسبة، هم بس قالوا. لا إن حضرتك كأستاذ اقتصاد تفضلي. أصل هي الفكرة أنه الناس بتفهم أنه بيستحوذ على المطار، هي ما تبقاش كده. هو في خدمات كتيرة جدا داخل المطار بتقدم من قبل القطاع الخاص. صحيح. أوكي، سواء خدمات مرتبطة مثلا بالشنط، خدمات مرتبطة بالشحن، خدمات مرتبطة إيفن بالأكل داخل المطار. صحيح. فكل ده بيعزز وبيحسن من شكل المطارات. إحنا المطار عندنا محتاج الحقيقة لدفع من القطاع الخاص، ده حقيقي. طيب أنا معايا دقيقتين يا دكتورة، إيه اللي إحنا محتاجينه في المرحلة القادمة؟ يعني بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة القادمة إن شاء الله في دورته الثالثة، إحنا محتاجين إيه لتسيير وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمر، حتى أقول له اتفضل حضرتك أهو الحاجة كلها عندك، وريني بقى إنتاجك هيبقى إيه واستثمارك داخل مصر. طبعا بعد تولي معالي رئيس سيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الولاية الثالثة، إحنا في استقرار سياسي، يعني تمام. الحمد لله إحنا استقرار عندنا استقرار الحمد لله سياسي. أمني وسياسي. محتاجين معاه كمان الشغل على الملف الاقتصادي اكتر، محتاجين تاكيد تاني وشفافيه ووضوح في خروج تام للحكومه من داخل الاقتصاد واتاحه المجال التام للقطاع الخاص. نتمنى من الله ان احنا برنامج الطروحات يساعدنا في تقليل الفجوه الدولاريه، نتمنى ان احنا نحاول نشوف حل لمشكله التحويلات اللي عاملين مصريين بالخارج، وده مش هيتم الا بتقليل الفجوه بين سعر الصرف السوق الرسميه وسعر الصرف السوق السود. الحقيقة دكتورة أنا سعدت بوجودي مع حضرتك واستفدنا استفادة كبيرة من خلال تخصص حضرتك. أعزائي المشاهدين، كما تابعتم مع حضراتكم في حوار اليوم مع دكتور لميس العربي رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المصرية الصينية، نتمنى إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة أن الوضع بالنسبة الإقليمي والدولي أنه يهدى شوية، لأن طبعا مش إحنا اللي بنتأثر بس، ولكن إقليميا الدول الإقليمية بتتأثر. الدول صاحبة أو من يملكون الاقتصاد الكبير زي الولايات المتحدة التي تملك أكثر من 12-13% من الاقتصاد الدولي، الحقيقة هي متأثرة. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة لميس العربي رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة المصرية الصينية. تحياتي لحضرتك وسعداء بوجودك معنا يا فندم، وإن شاء الله اللقاء يتكرر مرة ثانية. أعزائي المشاهدين، لكم مني ومن أسرة البرنامج أطيب وأرق المنى، في أمان الله، إلى اللقاء.